على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم أحينا حياة محمد وآل محمد، وأمتنا ممات محمد وآل محمد. السلام عليكم أيها الإخوة الحضور ورحمة الله وبركاته. الصراع بين الحق والباطل، بين أولياء الله وأولياء الطاغوت، قد بدأ منذ بدء الخليقة وسيستمر حتى ظهور قائم آل محمد. صراع المستضعفين والمستكبرين صراع قديم، وهو مستمر حتى آخر الخليقة. وطبيعة أي صراع وأي مواجهة وأي صدام هو الألم والمعاناة والصعاب والمحنة، وقد تطول هذه الصعاب وهذه المحن وهذه الآلام، وقد طالت على أبناء شعبنا في البحرين، وقد تشتد وتكسو هذه المحنة على الإنسان العامل في سبيل الله، فيتعب ويضعف وينهار. الألم في الصراع عادة لا يكون لطرف دون طرف آخر، بل يقتسم الألم كل أطراف الصراع. هذه الآلام وهذه المحن وهذه الصعاب خافضة رافعة، تخفض أناس وتوقع بهم في الحضيض، وترفع آخرين إلى أعلى عليين. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ إن هذه الآيات الكريمة نزلت بعد انتكاسة أحد، وفيها من الدروس الكبيرة والقيمة للذين يعيشون الصراع مع قوى الكفر والنفاق، ويلاقون في صراعهم الصعوبات والآلام والمحن. إن أول هذه الدروس هو عدم الوهن وعدم الضعف والارتباط بالله سبحانه وتعالى، حيث قال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الارتباط بالله سبحانه وتعالى يجعلنا أقوياء، ولا نضعف، لأننا ارتبطنا بأقوى وأكبر قوة في الوجود،
فإذا استعنا بالله واعتمدنا عليه فلا ينبغي أن نحزن أو أن نهن أو أن نضعف أبدا. ثانيا، أن الآلام والصعاب موزعة على جميع أطراف الصراع، وأن الخوف وعدم الأمن والقلق والحذر والجراح والقتل والتشريد والرعب وقلق العوائل هو أمر يقتسمه أولياء الله مع أولياء الطاغوت. الدرس الثالث، دوام الحال من المحال. قال تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. حينما يكون النصر حليف المؤمنين دائما، لا يمكن أن يتميز الخبيث من الطيب، لذلك يجعلنا الله سبحانه وتعالى أن نعبر في المحن ونخوض في الصعاب والشدائد، وقد تكون هذه الصعوبات قاسية ومرة من أجل أن يتميز المؤمنين عن الظالمين. قال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب لكي يتخذ الله من بيننا شهداء. فلا بد من رفع وخفض، من صعود وهبوط. الناس تجتمع مع قوى الخير حينما تحقق انتصارات، وتتخلى عنها حين تصاب بانتكاسات. وقد عبرت آيات كثيرة عن هذا المعنى، نذكر مثالين. قال تعالى: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم أنهم لكاذبون. وقال عز من قال: إذا جاء نصر الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إذن الناس وعوام الناس يتخلون عن الرساليين والدعاة والمقاومين والمجاهدين حينما يطول الطريق وتزداد الصعاب والمحن والآلام، ويلتحقون بالمجاهدين وركب المجاهدين والمقاومين حينما تتحقق الانتصارات ويبدأ الفتح. السبب الذي يجعلنا ندخل في هذه الصعوبات والمحن هو أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يمحصنا، فالله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. الدرس الأهم في هذه الآيات الكريمة هي هذه الآية الكريمة، قوله تعالى: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. وقوله تعالى: أم حسبتم
أن تدخلوا الجنة. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. التمحيص نوعان: التمحيص الأفقي وهو أن يشخص الذين يستطيعون أن يستمروا ويتحملوا الصعاب من الذين يتساقطون في المحنة، لأن المحنة تكون قاسية على الناس، فيتساقط الضعفاء من الناس ويتهاوى الضعاف من الناس، ولا يستطيع اللحوق بالقافلة الذين لم يحصنوا أنفسهم بحصن الإيمان والارتباط بالله والتوكل على الله سبحانه وتعالى، فيتخلف جمع كثير. وهذا النحو من التمحيص كلما طالت المحنة كلما تساقط الناس. أما النوع الآخر وهو التمحيص العمودي، وهو الذي يقع في نفوس أولئك الذين يثبتون في وقت الشدة والمحنة، فتصنعهم المحنة وتقويهم وتقوي عودهم وتؤهلهم لاستلام المهام والمسؤوليات الكبيرة. المحنة خافضة لأولئك الذين تسلموا زمام أمور الأمة في الرخاء، ورافعة لأولئك المستضعفين الذين صبروا وتحملوا المعاناة والقسوة والظروف القاسية في أوقات الشدة، فتصنعهم المحنة وتزيل عنهم الشوائب وتقويهم وتؤهلهم لتحمل المسؤوليات الكبيرة والضخمة. لذلك أيها الإخوة الأحبة الأعزة، إن الشهداء الذين نحيي ذكراهم هذه الليلة، الشهيد سامي المشيمع، والشهيد عباس السميع، والشهيد علي السنجيس، قد نجحوا في الاختبار والامتحان، وقد ساروا إلى القتل بخطى ثابتة واثقة بالله سبحانه وتعالى. ولم نجد الضعف أو الخوف أو الوهم، بل وجدنا ذلك في خطاب الأستاذ الشهيد عباس السميع من داخل زنزانته الذي كان مليئا بتوحيد الله وبثقة بالله سبحانه وتعالى. وهذا ما يؤكده كل الذين رافقوا الشهداء في زنازين العدو الخليفي بأنهم لم يضعفوا ولم يهنوا ولم يترددوا، بل كانوا كلهم ثقة بالله، وكانوا صابرين محتسبين راضين بما يصيبهم من ألم وعذاب وقتل في سبيل الله. وهذا ما تواتر عن عوائلهم في زيارتهم الأخيرة التي ودعوهم فيها قبل شهادتهم بساعات قليلة، بل إن عوائلهم مع بساطتها إلا أنها لم تضعف ولم تهن رغم قسوة المصائب والمحن التي تحيط بهم. وكمثال على ذلك أم الشهيد سامي المشيمع، التي وقفت على جنازة فلذة كبدها رافعة مقولة السيدة زينب سلام الله عليها: ما رأيت إلا جميلا. وهي التي يقبع أبناؤها في السجن، وقدمت ابنها وفلذت كبدها
شهيدا وقربانا من أجل الدين والوطن وعزة شعب، وترى كل ما يقع عليها في سبيل هذا جميلا. هذه القدوات هي التي ينبغي أن نقتدي بها وأن نحمل الأمانة معها وأن نسير بسيرتها، وما أدراك، فقد يكون النصر قريبا قريبا ونحن لا نعلم. ولكننا نحتاج إلى شيء من الصبر. قال تعالى: مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا أتاهم نصرنا. إن الوفاء لهؤلاء المضحين من الشهداء وعوائلهم والسجناء ليس بالاستسلام وليس بالبحث عن حلول ذنود ومواجهة الطغاة والسير على المطالب والتمسك بالمطالب التي ضحى من أجلها هؤلاء الشهداء وهؤلاء الآلاف من المعتقلين الذين يقبعون في السجون. وعلى رأس هذه المطالب هو إسقاط النظام الخليفي المجرم. الشعب يريد إسقاط النظام. الشعب يريد إسقاط النظام. الشعب يريد إسقاط النظام. وعلى رأسها إسقاط النظام الخليفي المجرم والقصاص لهؤلاء الشهداء من المجرمين القتلة، وأن نواصل الطريق طريق ذات الشوكة رغم الصعاب ورغم الآلام ورغم المحن. اليوم نجد أن الخليفيين عندما لم يستطيعوا أن يكسروا إرادة المجاهدين لجأوا إلى أساليب وضيعة، ومن هذه الأساليب التي يتبعها في هذه الأيام هو استهداف عوائل المجاهدين. في هذه الأيام القليلة تم مداهمة منازل عديد من المجاهدين، وتم استدعاء أخوات وزوجات المجاهدين من أجل الضغط عليهم لكي يتراجعوا عن مطالبهم وعن وقفاتهم وعن ثباتهم وصمودهم. ولكن نقول لهذا الظالم المجرم: كد كيدك واسعى سعيك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولن تستطيع أن تكسر إرادتنا، وإننا ماضون إما النصر أو الشهادة. اللهم أحينا حياة محمد وآل محمد، وأمتنا ممات محمد وآل محمد. اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك وألحقنا بالصالحين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.